et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous expliquons et résolvons le livre de la langue française 5e année primaire. Et c'est parti! Et voilà, nous sommes dans le projet numéro 2. واخيرا قد وصلنا الى المشروع رقم 8 او البروجي نيميرو 2. هذا البروجي يتكلم عن لو موزي، يعني زياره المتحف. لو موزي هو المتحف كما رانا نشوفوا الاثار. وعندنا ايضا يتكلم على وسائل النقل، يتكلم على وسائل النقل، وايضا يتكلم على لو موزي اللي هو المتحف. العنوان تاعو هو سيتان ليو اكسيبسيونيل، يعني هو مكان رائع اكسيبسيونيل. فيه دو سيكونس، في زوج اجزاء. الجزء الاول نوزالون او موزي، الجزء الاول هو نحن ذاهبون الى المتحف، والجزء الثاني هو دون لو تران، يعني في القطار. لو تران هو القطار. عندنا à la fin du projet 2، يعني في نهاية projet 2، في نهاية المشروع الثاني، ensemble يعني مع بعض، nous allons organiser، يعني نحن ننظموا زيارة لمكان رائع يعني لا ينسى، puis nous le présenterons، ثم نعرف هذا المكان لزملائنا، يعني نعطيهم معلومات على هذا المكان. اذا واش قال لي في نهايه البروجي هذا، في نهايه المشروع هذا، راح نروحوا المكان وراح نديروا زياره للمكان. ما ممكن يكون متحف، ممكن يكون متحف، يعني احتمال كبير يكون متحف، لانه تقريبا في لا سيكونس اون رانا نهضروا على المتحف. نو زالون او موزي راح نتكلموا، ايضا راح نديروا وضعيه ادماجيه على الي او موزي، الذهاب الى المتحف. Et nous allons organiser une visite d'un lieu exceptionnel. يعني راح نوصفوا، ايضا راح نوصفوا زملائنا عن هذا المكان، يعني راح نعرفوهم بهذا المكان، نقول لهم المميزات تاعو، ايضا نقول لهم واش قلنا فيه، هلاك دار، رحنا عليك دار، رحنا، يعني من هذا المنهاج. Nous allons au musée، يعني نحن ذاهبون الى المتحف. J'observe et j'écoute، يعني الاحظ واسمع. Regarde le dessin. Le dessin est un rasme. هذا الرسم يقصد به. ها هو. Puis choisis la bonne réponse. ثم اختر الإجابة الصحيحة. Que regardent les élèves. يعني التلاميذ على واش راهم يتفرجوا. هنايا عطاني زوج خيارات. عطاني الخيار الأول لو بلون دو لا كلاس، يعني الخريطة نتاع القسم. Le plan de la classe، يعني الخريطة تاع القسم، ولا le plan du quartier، ولا الخريطة تاع الحي. نروحو نشوفو هنايا. هنايا واش نلاحظو؟ كاين ليكول، كاين المدرسة، كاين غو محمد بلوزداد، شارع محمد بلوزداد، كاين حديقة جاردان ديسي، كاين موزي ناسيونال دي بوزار. عندنا هنايا جاردان دي سيني حديقة، عندنا موزي ناسيونال يعني المتحف الوطني للآثار. هل هذا دونك الآن، هل هذا لو بلون دو كارتي، يعني الخريطة أو المخطط نتاع الحي، ولا المخطط نتاع القسم؟ القسم ما تصلحش تكون فيه مدرسة، القسم ما تصلحش تكون فيه طريق، القسم ما تصلحش تكون فيه حديقة. إذا هذا لو بلون دو كارتي، يعني المخطط نتاع لو كارتي. لو كارتي هو الحي. إذن لو بلون دو كارتي، يعني المخطط أو الخريطة تاع الحي. الآن نروحو نشوفو الأسئلة اللي عطاها لي، عطاني مجموعة من الآن نروح نشوفو الأسئلة اللي عطاها لي، عطاني مجموعة من الأسئلة. قال لي جيكوت إي جو ريبون، يعني أسمع وأجيب. إيكوت لو ديالوغ، يعني اسمع الحوار ثم أجب. عطاني مجموعة من الأسئلة. عندنا السؤال الأول أو فون لي زيلاف، يعني وين راحوا التلاميذ. السؤال الثاني كو بخيباغتيل، يعني واش حضروا. السؤال الثالث باغ كوا كومونسيل، يعني بواش بداو. والسؤال الرابع كو دوافتيل شارشي، كو دوافتيل شارشي، يعني على واش راح يحوسوا، وعلى واش راهم يحوسوا. نروح نشوفوا الحوار. سي سا لو ديالوغ، يعني هذا هو الحوار. عندنا
Nous allons amuser يعني العنوان نتاع هذا الحوار او العنوان نتاع هذا لو ديالوغ اللي هو الحوار هو nous allons amuser يعني نحن ذاهبون للمتحف. نبداو اولا في هذا الحوار كيما عندنا شخصيه بيرسوناج اللي هي شخصيه عندنا لا ميتريس هي المعلمه عندنا ياسين ويوسف واميره عندنا ياسين ويوسف واميره والمعلمه يعني قد ما عندنا شخص عندنا اربعه اشخاص عندنا اربعه اشخاص نبداو واش قلت لهم المعلمه قالت المعلمه قلت لهم لي زونفون نو زالون اون موزي يعني يا اطفال انا رايحين للمتحف الوغ نو بريبارون انصومبل لا فيزيت مالا مادام انا رايحين للمتحف نحضروا مع بعضنا لهذا الزياره لا فيزيت هي زياره يعني نحضروا لهذه الزياره ياسين اي كيل موزي شوازيسون نو وبصح وين موزي وين متحف نخيروه او وين متحف راح نروحوا ليه نتق يوسف قال لهم قالها مدام لو موزي ناسيونال دي بوزار ني با لوان دو نوتر ايكول قالها يوسف استاذه لو موزي ناسيونال يعني المتحف الوطني نتاع الاثار موش بعيد على المدرسه تاعنا نتق ياسين قال لها قال له سيت اون ايدي جينيال انها فكره رائعه قالوا يعني هذه الفكره عجبتني اميره قالت لهم سو موزي اي اون فاس دو غران جاردان يعني لو موزي هذا المتحف موجود اون فاس يعني مقابل لو غران جاردان يعني الحديقه الكبيره اذا هذا المتحف مقابل او يقع مقابل الحديقه الكبيره Moi je peux dessiner le plan du quartier. يعني قالت لهم انا نقدر نرسم لو بلون دو كارتي لو بلون دو كارتي يعني الخريطه نتاع لو كارتي تاع الحي. لا ميتريس الاستاذه المعلمه قالت لهم maintenant il faut commencer par faire le programme de la visite. يعني دوكا مادام رايحين لازمنا نبداو بانه نديروا لو بروغرام لو بروغرام يعني الجدول كيما نقولوا الجدول تاع لا فيزيت تاع الزياره هذا الجزء الاول نروحوا لتكمله الحوار فتكمله الحوار عندنا ياسين كومون فيتون ان بروغرام قاعد تسائل كي قلت للاستاذ رانا راح نديروا بروغرام قاعد يقول لك كيف نقدروا نديروا جدول او كيف نقدروا نديروا بروغرام كيما نقولوا بروغرام الاستاذه قالت له او المعلمه قالت له اي بيان نو دوفون شيرشي لا بروشور دو موزي لازمنا نحوسوا على لا بروشور اللي هو الكتيب او الكراسه نتاع لو موزي الكتيب او الكراسه هذا نلقاو فيها عده حوايج منها الاسم نتاع لو موزي الاسم نتاع هذا المتحف نلقاو فيها المكان نتاع هذا المتحف نلقاو فيها الوقت اللي يقفل فيه المتحف وحل فيه المتحف ونلقاو فيها ايضا الاسماء نتاع العظماء ونلقاو فيها نلقاو فيها ايضا نلقاو فيها حوايج نتاع الدين كيما لي زيكسبوزي يعني الحوايج اللي يحطوهم كيما لي ساتو لي ساتو لي تابلو الى اخره اميره قلت لها اون بروشور سي كوا اون بروشور قلت لها كتيب بصح واش هي واش هو الكتيب واش هو واش هي لا بروشور قلت لها سي ان بوتي ليفر هو كتاب صغير كيما نقولوا كتيب او كراسه pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. نستعملوا هذا الكتيب باش نتعرفوا او باش نقدموا واش كاين داخل هذا المتحف. يوسف قالها اي جو بو رامني دي بروشور بابا اي غيد دون لو موزي. قال لهم يوسف انايا دوك نجيب لكم لي بروشور اللي هما اللي هو الكتيب او الكراسه نتاع هذا المتحف لانه الاب نتاعيني اب يوسف اي غيد دون لو موزي بابا يخدم مرشد غيد هو مرشد في هذا المتحف اميرا je vais poser beaucoup de questions au guide قلت لهم اميره انا راح نطرح بزاف اسئله على المرشد او لو غيد La maîtresse, المعلمة قالت لهم Vous devez écrire toutes les informations pour présenter le musée à vos camarades. قالت لهم الأستاذة أو المعلمة قالت لهم لازم تكتبوا كامل المعلومات les informations اللي هما المعلومات pour
présenter le musée à vos camarades باش تقدموه او تعرفوا لو موزي اللي هو المتحف للاصدقاء نتاعكم افو كاماراد. نعاودو نقراو النص لكن بدون شرح هذه المره. La maîtresse, les enfants. La maîtresse, les enfants, nous allons au musée. Alors nous préparons ensemble la visite. Yassine, et quel musée choisissons-nous? Youssef, madame, le musée national des beaux-arts n'est pas loin de notre école. Yassine, c'est une idée géniale. Amira, ce musée est en face du grand jardin. Moi, je peux dessiner le plan du quartier. La maîtresse, maintenant, il faut commencer par faire le programme de la visite. Yassine, comment fait-on un programme? La maîtresse, eh bien, nous devons chercher la brochure du musée. Amira, une brochure? C'est quoi une brochure? C'est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. Youssef, et je peux ramener des brochures papa et guide dans le musée. Amira, ah, je vais poser beaucoup de questions au guide. La maîtresse, vous devez écrire toutes les informations pour présenter le musée à vos camarades. Anna hada wa nass. L'an ba3d ma qrina nass nrouhou njaoubou nbdaou bel ijaba. Andna où vont les élèves? Yani talamid win rahou lazna nrouhou nerjou l nass nass wach galna? Galna nous allons au musée. Je قلت لهم الاستاذة قالت لهم nous allons au musée يعني حنايا رانا رايحين le musée اللي هو المتحف. اذا واش تكون الإجابة؟ تكون الإجابة كالتالي: ils vont au musée. ils vont au musée يعني هم ذاهبون. il هذه يعني هم واش ساوي تاوض التلاميذ. التلاميذ ذاهبون الى المتحف او هم ذاهبون الى المتحف. le musée هو المتحف راح نقراو عليه بزاف هنا. الآن السؤال التالي. السؤال التالي يقول كو بريبارتيل يعني واش حضروا؟ يعني واش تحضيرات تاع مشي؟ أول حاجة حضروها هنايا. واش قالت لهم الأستاذة؟ قالت لهم ألوغ. قالت لهم الأستاذة ألوغ نو بريبارون أونسومبل لا فيزيت. واش حضروا؟ ألوغ نو بريبارون أونسومبل لا فيزيت يعني نحضروا مع بعضنا لا فيزيت للزيارة. إذا الإجابة راح تكون il prépare ensemble la visite. il prépare ensemble la visite يعني يحضروا مع بعضهم la visite للزيارة. الآن السؤال التالي par quoi commence-t-il يعني بوش بداو؟ نقولوا il commence par. il commence par le programme. واش قالت لهم الأستاذة؟ قالت لهم il faut commencer par faire le programme de la visite. قلت لهم لازم نبداو بانه نديرو لو بروغرام اللي هو البرنامج او الجدول نتاع لا فيزيت. اذا il commence يعني هم بداو بتحضير البرنامج او برنامج الزياره لو بروغرام دو لا فيزيت. السؤال اللي بعده كو دوافتيل ريشيرش يعني على واش راهم يحوسوا ولا على واش حوسوا. عندنا ils doivent chercher la brochure du musée يعني راهم يحوسوا على لا بروشور. لا بروشور هي الكتيب او الكراسه نتاع لو موزي نتاع المتحف. هنايا واش نلاحظوا؟ قال لهم قالت لهم هنا اي بيان نو دوفون شيرشي لا بروشور دو موزي. قالت لهم الاستاذه لازمنا نحوسوا على الكتيب او الكراسه نتاع هذا المتحف تاع هذا لو موزي اللي هو المتحف. اذا ils doivent chercher la brochure du musée يعني اول حاجه حبسوا عليها او راح يحبسوا عليها او حبسوا عليها هي لا بروشور اللي هي الكتيب او الكراسه نتاع المتحف. Merci pour votre attention et si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne.